لكن خلينا على طول لكل الناس اللي ما نزلتش نقول لهم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة اللي بتشهد خدمات مرورية طبعاً لتسهيل حركة المرور على مدار اليوم. كوبري 15 مايو احنا شايفين بيشهد سيولة مرورية نسبية، ووصولاً للكورنيش اللي بيشهد كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات اللي مكمل لغاية المعادي والحلوان ولغاية 15 مايو. لو بصينا على اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس احنا شايفين سيوله مروريه نسبيه، الكثافات طبعا هتزيد بعد شويه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه، لكن المتجه لشارع بورسعيد وللشرابيه وحدائق القبه وكوبري السواح والاميريه والعكس كمان هلاقي طبعا بعض الكثافات المروريه، مش هنلاقيها شديده لان احنا عارفين ان انتهاء فتره الامتحانات لل سنوات النقل كانت بالفعل حصلت في الايام اللي فاتت، النهارده رابع ابتدائي كمان هتخلص، واعتقد قدامنا بعض الايام لغايه ما الشهادات الاكبر تكمل امتحاناتها. خلينا كمان نروح محافظه سوهاج اللي هنبتدي فيها من محطه قطار سوهاج، الطريق عندها احنا شايفين بيشهد طبعا كثافه نسبيه بسبب وصول افراد كثيره من اماكن مختلفه لمحطات القطار، هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض، احنا شايفين الطريق بيربط بين طريق العارف بطريق الحواويش وفي برضو بعض الكثافات المروريه اعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعه هنلاقي فيه بعض الكثافات النسبيه. لو بصينا على طريق الحواويش الرئيسي احنا شايفين سيولة نسبية، اما طريق المنشية وطريق اخميم جرجة هنلاقي فيه سيولة مرورية في الاتجاهين للجاي لمدينة سوهاج او للخارج من مدينة سوهاج، اما تقاطع شارع العشرين مع كورنيش الشرقي بحي شرق سوهاج هنلاقي فيه برضو كثافات مرورية، وكمان تقاطع منطقة الارقم هنلاقي فيه تكدس سيارات في ساعة الذروة واوقات دخول وخروج التلاميذ من المدارس والموظفين للهيئة المختلفة. احنا وصلنا لبني سويف وهنبتدي من كوبري بني سويف، احنا شايفين سيولة عند كوبري بني سويف سيولة مرورية نسبية، ونوصل كورنيش بني سويف احنا شايفين دلوقتي سيولة مرورية، هنكمل من الكورنيش لغاية ما بنوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة اللي الطريق ليهم احنا شايفين فيه سيولة مرورية. لو بصينا بقى على طريق السادات وشارع عبد السلام عارف لغاية موقف محي الدين احنا شايفين فيه كثافات مرورية طبعا بسبب التقاطعات والدورانات المختلفة، اما الشارع بقى الجانبية والمتفرعة من مستشفى الصدر للطريق الدائري بمنطقة الزهور وشارع جسر اسلام من الطريق الدائري هنلاقيه طبعا في بعض الكثافات المرورية. خلينا بقى نروح لمحافظة مطروح ونتعرف هناك على الحالة المرورية والطرق الرئيسية المؤدية لمطروح. هنبتدي من طريق الإسكندرية مرسى مطروح، احنا شايفين سيولة مرورية وطبعا في وجود للمراقبة السرعة للحد من الحوادث، والحالة المرورية لكورنيش مطروح هنلاقي فيها سيولة مرورية تامة، الشوارع عند مديرية الأمن ومبنى المحافظة وشارع الجلاء الموازي للكورنيش هنلاقي فيه سيولة مرورية تامة. اجمالا النهارده مفيش تكدسات شديده والامور ان شاء الله هتكون طيبه، مفيش امطار لغايه دلوقتي ممكن تاثر كمان على سير المرور، فان شاء الله يوم طيب وسعيد لكل مشاهدينا. نرجع بقى لحسام وجمانة نبتدي فقراتنا واخبارنا. شكرا كمان، شكرا جزيلا، هرجع لك مره ثانيه على مدار الحلقه اكيد. شكرا.